خلي يراعي حالة الفقر، لأن الفقر يؤدي إلى التأجيج. هاي المظاهرات ستكون مدعومة من قبل بعض الأشخاص، مدعمة بالتأجيج، يعني ذول الأشخاص يدعموها بيش يأججوها من أجل إثارة الفتن. نتمنى من المواطن العراقي أنه يكون واعي ودارك، والمظاهرات تكون سلمية لا دموية. والله أنا أيدها أيد، يعني بس شنو لا يتعدون عن الممتلكات العامة، لا يأذون القوات الأمنية، لأنهم القوات الأمنية متواجدين لهم، وبنفس الوقت هم القوات الأمنية لسه لهم، لأن هو هي هاي شرارة. يعني إذا يا ستار، يعني إذا قبت بالجنوب يعني معناها قبت بالوسط، وإذا قبت بالوسط معناها جت العاصمة. أي فيعني تصير الأمور ما لها من أقواها. والله يا شوف، يعني هذه التظاهرات مشروعة، يعني المواطن جزع وقد طفح الكيل من أجل تقديم يعني خدمات لجميع أبناء الشعب العراقي. حقيقة التظاهرات هي نتيجة لما تقدم من الأداء السياسي للطبقة السياسية اللي حكمت العراق من 2003 إلى الآن. بالتأكيد هو أداء فاشل وأداء مخزي بنفس الوقت. هذا بالنتيجة جعل صبر المواطن العراقي ينفذ، وبالتالي خرج للمطالبة بحقوقه بعد أن نفذ صبره خلال 15 عام. اليوم المواطن العراقي عندما ينظر إلى الأفق لا يشاهد الأفق، فهو لا يرى هنالك مستقبل له أو لأبنائه، فمن حق اليوم يخرج متظاهرا، وأنا قلتها من حق العراقيين أن يخرجوا بلا ثياب. حكومة غير قادرة على تلبية نداء المواطن العراقي. للأسف الشديد هناك مواجهات يعني من قبل الحكومة بإطلاق نار حي، وأدى إلى استشهاد الكثير من المواطنين. هؤلاء الشباب العزل اليوم الحكومة الديمقراطية تواجههم بأسلحة من النار وبطرق غير ديمقراطية.